تجربة محاضرة؟ عماد الدين عبد الباعث. والله هو بالنسبة للأكاديمية احنا استفدنا منها استفادات علمية رائعة، فادتنا في العمل الحر اللي احنا بنشتغل في مجال أعمال حرة خاصة بالتصنيع للمعاقين، فاستفدنا من خلال الماجستير اللي خدناه اللي احنا تم الدراسة فيه في الأكاديمية، استفادة عملت أثر كبير جدا على الشغل. وطبعا اللي بنصح بيه ان كل انسان يتجه للعلم، لان هو بيحصل تغيير كبير جدا بالعلم، بيفيد كل الأعمال، مش شرط ان يكون مثلا أعمال محددة للحكومية او مؤسسات حكومية، الأعمال الحرة بتستفيد جدا بالعلم. ودي رسالة، يعني أنا سعيد جدا إن أنا أتيحت لي الفرصة في قناة يقين، قناة يقين، إن هي تكون تبلغ الرسالة ديت، ويكون يقين للناس يعني إن العلم هو أساس النجاح.